تمام كده. والسلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والفيديو بتاع النهارده هو فيديو تقيل من نوعه ومش هيعجب ناس كتير، لان هو فيديو ترزيه شويه او فيديو بتنكشف فيه الحقائق. والسبب ان انا عملته ده هو الزياده الغير مبرره لاسعار الهواتف. الموبايلات بتغلى بشكل مبالغ فيه ومن غير سبب. شركات اللي هي المحتكره او المصنعه للمعالجات او الاس او سي او وحدات المعالجه المركزيه للهواتف بقت تنزل معالجات قويه باسعار قليله، سواء كوالكوم بتقدم معالجات سناب دراجون ونزلت لنا فئه ال 700 في الفئه المتوسطه اللي المفروض هي فئه متوسطه، وشركه ميديا تك نزلت لنا الهيليو جي نزلت لنا 70 و80 و85 وكمان جي 90. ايه الحكمه كشركات مصنعه ان انا اخد المعالجات بتاعت الفئه المتوسطه واحطها في الفئه المتوسطه العليا او الهاي اند؟ ليه ابيع لك معالج في موبايل ب 4000 جنيه في موبايل ب 7000 وب 8000 جنيه؟ ايه الحكمه؟ انت كمستخدم هتستفيد ايه لما تجيب موبايل بالسعر ده وهو هيديك نفس التجربه اللي هتديها لك الموبايلات اللي بسعر اقل؟ فقبل ما نبدا وعشان نفهم ازاي الشركات بتستغل المستخدمين وازاي بتلعب على اسمها كويس، لازم نفهم السب براندز او وجود السب براندز او البراند الفرعي او مشتق من البراند الاساسي او من الشركه الاساسيه. زي ما شركه شاومي في مصر عامله البراند بتاعها مي، والسب براند بتاعها ريدمي، اوبو عامله ريلمي، وواوي عامله اونر. ففي شويه حاجات عايزين نفهمها، وعايزين نعرف ليه التسعير بتاع الاوبو رينو 3 و3 برو غالي. فعايزين نفهم ليه الزياده السعريه الغير مبرره دي، وليه انت كمستخدم مش محتاج ان انت تدفع الفلوس دي كلها، وايه افضل بدائل ممكن تشتريها. عارف ان انا دخلت دخله سخنه شويه، ولكن لازم نتكلم، لازم اتحاور معاكم كده ونوصل يعني لحل لهذه المشكله. الفيديو بتاع النهارده برعايه دكتور فون، والميزه اللي هنتكلم عنها النهارده هو الفون مانجر للاي او اس او للايفون. البرنامج ده او الميزه دي بتقدم لك كل المميزات اللي بيقدمها لك الايتونز، ولكن كلها مجمعه في مكان واحد وبشكل مبسط بشكل كبير، واللي من خلالها بتقدر تنقل ارقامك ورسائلك وصورك ومقاطع الموسيقى، وتقدر تتحكم بكل الملفات اللي على الايفون بتاعك او الايباد بكل سهوله. بالاضافه ان انت ممكن تعمل نسخ احتياطي كامل لكل ملفاتك، وتقدر تضيف او تحذف الحاجه اللي انت عايزها. فبعيدا عن التعقيد بتاع الايتونز، البرنامج ده بيقدم لك كل الحلول الممكنه والمبسطه عشان تقدر تتعامل مع الايفون او الايباد بتاعك. بالاضافه ان هو بيدعم الاي او اس 13 بشكل كامل، وبيدعم جميع اجهزه الاي او اس. لمعلومات اكتر وتحميل البرنامج هتلاقي اللينكات في الديسكربشن تحت الفيديو. ويلا بينا نرجع للفيديو بتاعنا. بدايه السب براندز او البراندات الفرعيه اللي شفناها فعليا في السوق المصري كانت شاومي، ونزلت لنا فئه الريدمي، فصلت فئه المي بقت الفئه العليا زي المي 10 والمي نوت 10 والمي 9 والحاجات دي اللي هي الفلاج شيب او الفئات العليا اللي هي الغاليه بتاعتها. والكلام ده برده بيسري مع واوي اونر، ممكن يكون بشكل اقل شويه، يعني ممكن يكون الفروقات مش كبيره قوي، ولكن في تضحيات وانت كمستخدم برده بتبقى عارفها. ولكن بنيجي عند اوبو، الموازين بتختلف بقى. يعني اوبو بقى بتلاقي في حاجه غريبه، في لعبه في الدماغ غريب كده، وهو ان انت مثلا الريلمي 6 والريلمي 6 برو لسه نازلين حاليا. ناخد مثال الريلمي 6 برو. الريلمي 6 برو جاي معالج ال 720 جي، وجايب خامات زجاجيه، وجايب اداء كويس، وبيقدم تجربه كويسه، وشاشه 90 هرتز، وبيجي يعني توليفه كويسه جدا، شايفها توليفه ممتازه من وجهه نظري. نبص بقى للي بيوازيه من اوبو، الرينو 3 والرينو 3 برو عموما المعالجين بتوعهم اللي هم البي 90 والبي 95 نفس الاداء، مفيش فرق في الاداء خالص. والمعالجين دول بيوازوا ال 712، ال 712 اللي شفناها السنه اللي فاتت في الريلمي 5 برو. يعني انت بتاخد معالج بيديك اداء قديم، بالاضافه لان في عيله الرينو 3 دلوقتي مفيش تجديدات، تاخد موبايل من البولي كربونايت، خاماته مش اكتر حاجه بريميوم في الكون، ومفيش حاجه جديده. انت حتى يا سيدي بتيجي بشحن سريع مش 30 واط، بتيجي بشحن سريع 20 واط رينو 3، فانت بتتكلم في ايه؟ لكن لو جيت بصيت على الريلمي 6 برو، عندك شحن سريع 30 واط، عندك شاشه 90 هرتز، عندك خامات زجاجيه، عندك كاميرا كويسه ممتازه جدا تكاد تكون تتفوق على كاميرا الرينو 3. فانت يعني انت كمستخدم رايح تشتري دلوقتي الرينو 3 او الرينو 3 برو بتفكر في ايه؟ فلو انت عايز تجيب الرينو 3 او الرينو 3 برو بالخصوص اتفضل، لكن لو انت عايز اداء بيقدم لك قيمه كويسه جدا مقابل سعر، وعايز تجربه تعتبر هي نفس تجربه اوبو في اجهزتها بسعر اقل بشكل كبير جدا، تقدر تجيب الريلمي 6 برو. بغض النظر عن الميزات الدعائيه بقى ال 20 اكس زوم ومش عارف كام زوم، الحاجات دي كلها كمستخدم طبيعي مش هتستخدمها قوي، ولكن بنتكلم على الاداء الفعلي كمعالجات وككاميرات وكهاردوير، مفيش فرق فعلي يستحق ان انت تستثمر فلوس اكتر في الاجهزه دي. نروح بقى لملك الاضحكني مش ملك الاغضبني. الريلمي 6 والريلمي 6 برو كانوا اغضبني، لا هنا اضحكني. فيفو نزلت موبايل ليها، يعني هي نزلت موبايلات قبل كده، وده تاني يعني مؤتمر ليها، مؤتمر الفي 9 تي او الفيفو في 19.
الفي 19 ده المفروض احنا كنا مستنيين ان هو يقدم قيمه مقابل سعر وبلا بلا بلا وكلام كتير كده. جايب سعر اضحكني جدا، جايب سعر 6300 جنيه. 6300 جنيه معالج الكوالكوم سناب دراجون 712 اللي كان موجود في الريلمي 5 برو السنه اللي فاتت، نفس الكلام بنقوله، ولكن مش هنبعد كتير. يعني اوبو، ريلمي، فيفو، كلهم تحت طائله او تحت طاوله بي بي كي او شركه بي بي كي او الشركه الام المالكه لكل الاجهزه دي. فانا صراحه مش عارف سياستهم في مصر عامله ازاي، ولكن في الوقت الحالي لو انت بتستثمر فلوسك وبتدور على اقوى قيمه مقابل سعر، فلازم تركز قوي في حوار السبرانز ده، وان في موبايلات بنص السعر بتديك نفس الاداء لو انت بتدور على اداء، ولو بتدور برضو على كاميرات، لان الموضوع مش هيبعد قوي. نروح بقى للكلام المهم. الرينو 3 والرينو 3 برو بيجي بمعالجات هيليو بي 90 وهيليو بي 95، ودول بيوازوا الكوالكوم سناب دراجون 712. يعني انت لو جبت الريلمي 5 برو كاداء فعلي هيقدم لك تجربة اقوى من الرينو 3 والرينو 3 برو، ودي حاجة غريبة جدا، يعني هي حاجة غريبة بس موجودة. فبما ان انت كملت الفيديو لحد النقطة دي فهديك الزتونة، هقول لك خلاصة الموضوع ايه. لو انت معايا 5000 جنيه ل 8000 جنيه دي الاجهزة اللي تستحق ان انت تستثمر فيها فلوسك وتستحق ان انت تشتريها. ممكن نقول دي ترشيحات مصغرة لفئة من 5000 جنيه لحد 8000 جنيه. وبالنسبة للاجهزة اللي رشحها النهاردة، فاحنا عندنا اجهزة من شاومي، وعندنا اجهزة من ريلمي، وعندنا اجهزة من اونر، وعندنا اجهزة من واوي. بالنسبة للموبايلين اللي برشحهم من شاومي في فئة من 5000 جنيه ل 8000 جنيه، اول واحد والاقل في السعر هو المي نوت 10 لايت. المي نوت 10 لايت نسخة ال 128 جيجا، وناخد بالنا عشان المي نوت 10 لايت بيجي من غير ان انت تركب له كارت ميموري، بتقدرش تركب له كارت ميموري، فتاخد النسخه الاعلى عشان يعني ما تتقدرش بعد كده. بالنسبه بقى للجهاز الثاني من شاومي والناس كتير بتغفل عنه، وهو المي 9 الفلاج شيب بتاع شاومي السنه اللي فاتت، سعره حاليا بيوصل ل 6500 جنيه او 6700 جنيه، وده بيقدم صفقه ممتازه جدا. اقوى معالج كان موجود السنه اللي فاتت من كوالكوم، اداء فلاج شيب، خامات فلاج شيب، شحن سريع، شحن لاسلكي، موبايل بيقدم تجربه خرافيه جدا لو انت عايز تستثمر في موبايل فلاج شيب قديم في الفئه السعريه دي. نروح بقى لاقوى اداء انت هتلاقيه في الفئه السعريه دي بلا منازع، هو النوفا 5T والاونر 20. الموبايلين دول بيجوا بمعالج الكيرن 980، وده معالج فلاج شيب، معالج رائد، يعتبر من اقوى معالجات السنه اللي فاتت، وما زال بيقدم اداء خرافي جدا في السعريه دي. فلو انت جايب الموبايل للجيمنج او الاداء التقيل او للضغط، فالنوفا 5T والاونر 20 الاثنين بيقدموا تجربه مفيش زيها من حيث الاداء، بالاضافه لان انت يعني عندك خدمات جوجل، استثمار كويس، خامات ممتازه، فالموبايلات دي تعتبر جباره جدا. اما لو انت عايز موبايل من ريلمي في الفئه السعريه دي، فرشح لك وبشده الريلمي 6 برو. موبايل متكامل بيجي لك بشحن سريع فوق، بيشحن بقوه 30 واط، شحن سريع في العلبه، اداء ممتاز، خامات زجاجيه، شاشه 90 هرتز، موبايل لا يعلى عليه في الفئه السعريه دي. وبعد استخدامه الطويل الموبايل طول معايا جدا، وبستخدمه كموبايل ثانوي، فالموبايل ده يستحق كل جنيه يدفع فيه. الناس اللي كانت بتقول ان ريلمي اسعارها غاليه، يعني شو اتفرج على رينو 3 ورينو 3 برو دلوقتي اسعارهم عامله ازاي. دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده. ونصيحه تانية، قبل ما تبص للاسم والشكل والتاريخ والكلام ده كله، اتفرج يعني قبل ما تفكر تستثمر في حاجه زي رينو 3 ورينو 3 برو او الفي 19 او اي شركه يعني هتوزعها دماغها ان هي يعني تستغل اسمها في السوق، في بدايل تانية، يعني في من نفس الشركه نفسها في بدايل تانية. وبس كده، لو عندك اي اسئله او استفسارات اكتبوها في كومنت تحت الفيديو، ولو ما عملتش لايك للفيديو ده اعمل لايك للفيديو، اللايك ما بيكهربش خالص. يعني تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا انزله. كان معاكم عبد الرحمن الهواري، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.